الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله وسلم على حبيبنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. وأعتذر إلى الإخوة جميعا.